المحبة تحل المشاكل؟ لا، بس تخلي المشاكل قابل للتحمل. أكو امرأة تحب أولادها وما تتحمل الأولاد، تحمل ضرب الأولاد، تحمل سب الأولاد. إذا الطفل صغير يحتاج إلى تبديل، تبدله وهي على بهبة، كأنها تشم رائحة عطر فرنسي، لأن تحب الطفل، تحب. يوم اللي أكو محبة المشاكل كلها يتحملها الشخص. لما واحد يهاجر إلى مكان آخر كل المشاكل يتحملها. ليش؟ ممكن في وطنه ما يقدر يتحمل الفجر، لأن عنده حب أن يبقى هنا، فما دام عنده هذه المحبة يتحمل كل المشاكل. تقول المحبة من وين تجي؟ يابا أنا ما أحب زوجتي. المحبة بيدك، المحبة صناعة الإنسان، مو المحبة تجي من فوق. هذا اللي يسموه عشق، هذا كذب. قلوب خلت من ذكر الله. يوم اللي سأله الإمام عن العشق قال قلوب خلت من ذكر الله فابتلاها الله بغيره. ما كفت شيء، والله عشق ليلى ومجنون، وما يمكن هذا بعد يتزوج غير هذه، وهذه ما تقدر تعيش، هذا كله كذب. المحبة اللي تيجي بالعقل، بالمنطق، بالفهم، بالإيحاء، تنظر للجوانب الإيجابية من زوجتك، هي تنظر للجوانب الإيجابية من عندك. وأشعر، الإمام علي يقول لمالك الأشتر، وأشعر قلبك محبة الرعية. موسى بن عمران يشتكي إلى الله، فلان صار فاسق، فلان بطل، فلان بعد ما يعبدك يا رب فلان. قال يا موسى أنا أخو أدري، حبب إلي عبادي، جيب الإيجابيات مالتهم وحببني إليهم. لا تجي يومية جايب شكاية من واحد. أي إنسان عنده إيجابيات وسلبيات، شنو إحنا معصومين؟ إحنا ملائكة؟ لكن إذا نظرت إلى الطرف الآخر من خلال إيجابياته حتما عنده إيجابيات. فبمرور الزمن وكل تطالع الجانب الإيجابي، أوحيت إلى نفسك، قلت لها إني أحبك، من المستحبات أن يقول الرجل لزوجته أحبك. يعني مثل ما يقول الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، يكتبوا له ثواب. إذا يقول المرأة أحبك أحبك أحبك، الله ده يكتب له ثواب. يقول خويا تدري أنا أحبها، هذا مو خبر، الخبر إذا تكرر ما حد يريده. يا أبو فلان مكان صار انفجار، إذا مرة ثانية قال لك يقول شبيك الزايمر بي، خو سمعنا الخبر. أحبك هذا مو خبر بالنسبة للمرأة، حاجة. مثل ما الفراشة تتغذى بالنور، دائما تحوم حول النور، دا تتغذى من النور، المرأة تتغذى بالمحبة. لذلك لو مليون مرة تقول لها أحبك، بعد لازم تقول لها أحبك. وكل ما تقول أحبك هاي المحبة تنزرع في قلبك، وبمرور الزمن وخاصة إذا نظرت إليها من الجانب المعنوي، هذه أمة الله. ترى المرأة أمانة الله بعناها، أخذتموهن بأمانات الله. زين، فتنظر إليها باعتبارها ربطت مصيرها بمصيرك، هي هم تنظر إليك باعتبار أن الانفصال، الطلاق، الإيذاء يخرب جنتها بمقدار ما تكون علاقاتها حسنة معك، بمقدار ما تتحملك. المرأة التي تتحمل زوجها، تتحمل زوجها، نفترض زوجها يغلط عليها بس هي تتحمل في سبيل الله، الله يعطيها ثواب. آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. تدري آسيا مقامها شقد؟ بس أقرأ لك رواية. حينما ذهب رسول الله إلى المعراج التقى بملائكة عظام، من جملة التقى بملك هذا ما تبسم في وجه النبي، بقية الملائكة يرحبون بالنبي يتبسمون في وجهه إلا هذا. فقال يا رسول الله لجبرائيل حبيبي، من هذا الذي دخلني منه خوف كثير؟ فقال ونحن نخاف منه، هذا ملك الموت، ولو كان مبتسما في وجه أحد لابتسم في وجهك. ما يبتسم هذا، هذا هادم اللذات، هذا مفرق الجماعات. روح للمغاسل في بلادنا وشوف شنو شغل
ملك الموت. هذا ما يتبسم في وجهه. قال له كيف الموت عندك؟ شلون تقبض أرواح الناس؟ قال الدرهم بيدك بكفك، شلون تلعب بي؟ تعبيري أنا، شلون صعدت نزلت؟ أنا كل البشر هالشكل في كف. أطالعهم كل يوم أشوف هذا وقت أجا أقبض روح. قال يا ملك الموت أنت صاير تخاف؟ أنت اللي تخوف العالم؟ قال إيه، أنا مرة دخلني خوف لا يدخل أحدا من الناس. قال له شنو؟ قال يوم اللي فرعون مرة واحدة اكتشف أن زوجته مؤمنة بموسى، هو يقول أنا ربكم الأعلى، وإذا زوجته تؤمن بموسى بن عمران وبرب موسى بن عمران. قال هذه بعد ما أتحمل، لكن يحب زوجته، أمرها نهاها ما فاد، ذبها بالسجن ما فاد، عذبها ما فاد، راد ينكل بيها، ينكل يعني يعذبها عذاب حتى البقية يأخذون عبرة. شوفوا اللي اتبع موسى حتى لو زوجة فرعون ويحبها شو سوى فيها؟ فأمر بأن خلوها على الأرض يضربون بسامير أربعة في كفيها وفي رجليها قريب فرتل، جاب الناس كلهم طلعهم برا، تعالوا شوفوا شلون راح أقتل زوجتي. ثم أمر بصخرة كبيرة من فوق التل يقلقلوها الشكل يدفعوها حتى هذه الصخرة الكبيرة تجي وتسوي آسيا بنت مزاحم برس ويا الأرض، يعني هاي الصخرة تطحن زوجته. ملك المدة يقول للنبي، يقول يوم اللي دفعوا هذه الصخرة أوحى الله إلي اذهب إلى الأرض واقبض روحها قبل أن تصل هذه الصخرة، وإلا عذبتك عذابا لم أعذب أحدا من خلقي. خفت ما لحق، فدخلني خوف كثير، تهديد الله. هذه آسيا بنت مزاحم، تدري زوجة منه يوم القيامة؟ زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي امرأة تصبر على زوجها رب العالمين يعطيها ثواب آسيا بنت مزاحم، على كلمة وكلمتين طلاق، على كلمة وكلمتين انفصال. وتحملي في سبيل. وأيما رجل يصبر على إيذاء زوجته يعطيه الله ثواب أيوب. إيش قد تحمل أيوب؟ وإيش قد صبر؟ الله يعطيه ثواب أيوب. أنا أقول للشباب اللي يزوجوا، أقول ويا بعض تعيشون، ويا بعض تاكلون، ويا بعض تنامون، ويا بعض تقعدون، لكن باب الجنة يدخل قبل اللي أخلاقه أحسن من الثانية. وعندي هنا مثال، واحدة من قريباتنا بعيدة شوية من قريبات الوالدة، الله يرحمه وتاكم يرحمها، هذه هي موجودة نقلت هذه القصة. أبوها كان رجل من الصالحين، كان من أهل النجف ومن العلماء، بالهجرات اللي صارت والتسفيرات اللي صارت هذا هاجر مع زوجته، كان عفيف النفس. يقول والدي كان مريض مرض الموت الذي توفي به، هي تقول هاي البنية، أنا كنت قاعدة، أمي هنا، أنا أبوي هنا. أبوي فتح عينه قال لأمي إذا أنا رحت للجنة أتشفع لي وأخذك وياي يوم القيامة، أريدك وياي بالآخرة وياي. قالت لا، بالدنيا غير الفقر منك ما شفنا، خلينا بالآخرة على راحت. تقول أنا كنت شاهدة على هذا الكلام. بعد مدة الوالد توفى، بعد مدة الوالدة توفى، بعد فترة شفت الوالدة بالحلم، هما مشلونك؟ قالت زين، وضعك زين؟ قالت شوفين أبويا. قالت وين أبوك وين أنا؟ مقامه كل شرفية، إذا هو يعجبه يشوفني لا هو واي مقام رفيع. فتقول تذكرت كلام أبويا يوم اللي قال ترى بالآخرة أريدك وياي، قالت ما أريد. احسبوا حساب الآخرة، احسبوا حساب الجنة، احسبوا حساب النار، احسبوا حساب الأولاد. عمركم رايح، اتصلت بوحدة عمرها 50 سنة تطلق، ماخذة 2 من بناتها وطالعة برا وشاردة،
قلت له كم عمرك؟ قالت 50. قلت شبابك راح، دنياك راحت، تردين إضافة إلى الدنيا تخلين الآخرة تروح؟ صبري، بناتك بحاجة إلى أبو، إلى رعاية، إلى ظل الوالد على رأسهم في طور المراهقة. والله فت كلمة قال، قال تحمل ميمل معرفة، ميمل محبة، وميمل